أول ممرض توفي بكورونا بتنعيه نقابة الأطباء وبتصرف 20,000 جنيه لأسرته. ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الأطباء شهيد التمريض بمصر الممرض محمد المحسناوي، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى النجيلة أثناء تأدية واجبه بكل شرف بخدمة المصابين في هذا المستشفى بفيروس كورونا. ودكتور كوثر محمود نقيب التمريض وكيل وزارة الصحة والسكان لشؤون التمريض نعت أيضا في بيان وقالت أن التمريض المصري لازال يؤدي عمله بشرف في المستشفيات سواء كانت عزل أو مستشفيات تقدم خدمة صحية بشكل عام. وقالت التمريض المصري على أعلى مستوى يؤدي 73% من الخدمات للمرضى، بمعنى أنه بيمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية إلى جانب باقي عناصر الفريق الطبي.